السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال الطبخ الحلويات. اليوم غنحضر معكم بيتزا بجوج ديال الحشوات مختلفين. صراحه كيجيو لذات بزاف ورائعين في المذاق. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا لاباط ديال البيتزا اللي سبق لي وحضرتها معكم. غنحتاج صلصه طماطم، عندي انا هنا فرماج اولا جبن، عندي فرماج ايمونتال وفرماج حمر، عندي الدنجال والفلفله، كفته، لانشون والزعتر. بالنسبه للمقادير هادو هما اللي غنستعملهم في هاد البيتزا. شي دابا طريقه التحضير وهي جد سهله. غنجيب الشكل الاول، غنوضع فيه صلصه ديال الطماطم، من بعد غنبدا نضيف الدنجال والفلفله اللي سبق لي وشحرتهم مع بعضياتهم، كيبقى اختياري، اما هو بصراحه كيعطي واحد اللذة زوينه في البيتزا. من بعد نضيف الكفته، انا هنا عندي الكفته كيف ما كتشاهدوا معايا خليتها خضراء باش ما تكرمش لينا في الفران تبقى طريه. ما كنضيفش الفرماج، ندير الكفته وندخلها للفرن حتى تبان ليا طابت، عاد نضيف ليها الفرماج والزعتر من الفرن. بالنسبة للشكل الثاني والحشوة الثانية، عندي الصلصة البيضاء، انا هنا دايرة غير الجبن، كنسرحو لاباط، بقى عندكم اختياري، ولكن الصراحة كيعطي واحد اللذة زوينة.
من بعد غنبدا نضيف لانشون، نضيف كذلك الفرماج. انا هنا درت ليمون طعم ومنفق منه الزعتر وندخلها للفرن غير يذوب الفرماج لحقاش هنا عندي الكل طيب ونخرجوه. كما كتشاهدوا معايا سيداتي البيتزا ديالنا هي هذه. من بعد ما طابت الكفته انا وضعت لها الفرماج والزعتر من الفوق ودخلتها للفرن حتى داب شويه وخرجناه. الشكل الثاني كذلك اللي بالصلصه البيضاء هو هذا كيفاش جا. الصراحه جات لذيذه بزاف ورائعه في المذاق، نتمنى انكم جربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي عجبهم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشي تعليق زوين. الناس اللي اول مره غيشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.